جاهل عدو لله عدو لدين الإسلام لسب الدين صراحة يسب الدين هاي سب الدين البلد دي وتيجي تقول لي ما حلها في جوبة تاني لو جاء دينك ما بتعمل لو جاء دينك ما بتعمل تعرف انا لما نيجي تاني يوم اقطع الغلط وجاء يقول لك صرف سب الدين انا بدعمك وللأسف في ناس بتابعينه ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين يدي الساعة سنوات قد داعت يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة يا ويس زيده بيقولوا لك انصرافي في وسائل الإعلام بيقولوا لك انصرافي لأنه ما معروف له اسم ولا معروف له اسم أبو ولا معروف له اسم بلد ذول نكرة مجهول ومغدغد ذاته ذول ما مختفيه فذا شدة ما جبان ذول وشه كذي ما قادر يقبل يوري الناس ولسانه طويل ولد عتر له مدى والليان دي على السلفيين والله نحن نجيهك هي يا مستقبل انت ما أزهر تهبش ناس حمام ميت مرات بتهبشهم لكن انت وقعت في شر أعمالك لأنك بدأت تهبش ناس بتعارفهم أول صوت جلدوا أخواننا شيخ مزمل وشيخ شهاب وجلدوا لأنه سب الدين وإخواننا ديل جليد حار كان هبشوك يا ما بتقدر تسكت الزول رحلة الدرب بقى يجيب فنانات يرد عليهم قال بعد أنا جاهز لكم أنا بعد جاهز لكم ونفضيت لكم أنا قلت الزول بيمشي يقرأ كتاب فتح الباري ولا يجيب لنا قال ابن حجر ولا قال ابن القيم ولا قال ابن تيمية ولا قال الذهبي مش جاب لنا فنانة يا زول انت في ناس بحضروا لك يا زول اختشي لنفسك اخجل لنفسك قال زين جمالك بالسكاتي كلام ده ما تفيد كساي الصمت اخير تسكت فإنه زين الحليم وسترة الحيراني الزول لسانه ده لو فكاه بيتفضح أخير قال لك زمنك ده وجمالك تزين بالسكات إذا غلبك الكلام انت بين الناس نصحوك قال لك سبيت دين وسبت دين ده كفر انت يا انصرافي سبيت دين وسبت دين كفر ومخرج عن الملة والدليل جابوا لك الدليل ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ده كفر يا معلم قال وقعت فيه ده كفر مفروض الزول نصحوه قال له يا أخي ده كفر توب يا رب العالمين مفروض قال له شنو يقول أنا والله تبت وأنا غلطان وإلى آخره وأنا والله من الليلة تاني ما بسيب الدين لا لريك براس قالوا لي بتقطع الظلط والشارع وتسيب دين قال انا بدعمك سب الدين بدعمك سب الدين تعرف انا لما نيجي ثاني يوم اقطع الظلط وجاء يقول لك صرف سب الدين انا بدعمك وده يصدق فيه قول الله تعالى واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم يوم نافش ريشه وذول جهلون وذول نكره وذول خايف باطل والذي رفع السماء وديلك بلاوز منك نحن لم نلاوز منك انت عافل ونحن عارفين حقيقتك شنو انت ما قادر تظهر نحن ظاهرين هذا وشك دقيق قادر بنصدمك لما انت عارف حاجة انت اسي مختفي هبشناك والله مزمنا شاورنا قال الزلة نكرة وفاشل وكذي لكن سب دين نحن غيرة لله وكذا الزلة هبش الدين وغيرة للدين انت الدين الإسلام الكامل الدين عمل لك شنو عشان تسبه يا فاشل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا والمسمعوا لك ده حرام تاني يسمعوا لك وبأي كلام من جيف في دليل حرام تاني يسمعوا لك لو سمعوا لك حرام وضعوا في ذنب الدليل قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم قال الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم أنت زيهم تسمع له زيهم أنت مبسوط منه زيهم كذا زول لو وصل جوا الحوش سب الدين دين الله سبحانه وتعالى مرمطك بها مرمطة
ونجلتك ذا جلد وإذا جل إذا دقائق بس مزمل لداك حبشات كذي بس ترى هو الله مزمل دمر شديد مزمل دمر رعب عديل كذي كان سكت بجننكم يا مزمل يتكلم عليك الله تكلم يا مزمل أنت ما شايف يا ما تتكلم يا كلامك يا مزمل وين الكلام وكان يتكلم يا هو صرخ خلاص فقدت المنطق يا أستاذ صرفة أنا أسألك بالله لو أنت بتعرف رب العالمين ما أخذك على الدين شنو مشكلتك مع الدين في شنو زول بيقول يا تسابيح وسيب دين الدين علاقته بشكلك بشنو ليه تجيب الدين لكن لأنه عندك حقد على دين الإسلام وإذا أهل الإسلام ما عندهم غير على دينه لما زول يسب لهم دينه وتاني يستمعوا له ضيعوا زمنه وإنت نكرة إنت مجهول إنت مفروض كلمة ما يقبلوها منك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ده إن جاءكم فاسق خليه إن جاءكم من يسب دينكم ويسب أعظم شيء عندكم وهو الدين وبشرك والله تتف تف عداء وفتحت لنفسك باب والذي رفع السماء إنت والوراء تف ما قدر وإلى الله نمتك بعدين تشوف الحاصل بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا.